سبحان الله، نحن الآن يعني في طريقنا إلى الصعود إلى القلعة في منتصف الطريق إلى القمة، وهذا المكان الجميل، وهذا المكان الذي كان المقاتلون أو المراقبون كانوا ينظرون السفن وهي قادمة، والآن نحن ننظر إلى هذا المكان في زمان آخر في زماننا. سبحان الله، هذه الأشياء جعل الله لنا عبرة. انظر المياه، نحن في تقريبا في الوصول إلى قمة القلعة، والمياه من الأسفل إلى الأعلى. هذه هي الممرات المياه، أصوات الكنائس أي الأجراس أيضا جميلة تدق كل ساعة. سبحان الله، هذا فعل جيد. سبحان الله، هدية من الطير لي، نحتفظ بهذه الذكرى. انظر للمياه، نحن نمشي في مكان قد مشى عليه الآلاف المؤلفة من الجيوش العربية والجيوش الإسبانية. انظروا إلى هذه الزخارف الجميلة، كثير من المساجد الإسلامية تحوي على هذه الزخارف المعمارية. هناك عمليات ترميم وصيانة مستمرة، هذا تخطيط إلى القلعة. انظروا كم هي كبيرة،
ممكن والله أعلم من هذا المكان كان القادة العرب أو الإسبان ينظرون إلى هذه الشرفة. من هذا المكان إلى السفن نحاول أن نختصر الوقت. من الصعب أن أقوم بجولة حول القلعة لأن هناك أبواب لا نستطيع أو ممرات لا نستطيع المرور من خلالها بسبب ممنوع المرور، مقفولة من هنا. لكن انظروا، تمتد هذه القلعة إلى الأعلى إلى الأعلى إلى الأعلى. هذا هو كنز طارق، الآن نقوم بالنزول لكي نجد ممر آخر